السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم تاني نوع من انواع العصير بتاعت شهر رمضان، وده العصير ده بديل قمر الدين، وعصير مفيد جدا للامعاء ومناسب جدا للصيام، وبيسموه عصير فاكهة العقلاء. شكله بيبقى بالحلاوة دي والجمال ده، وهنشوف ببساطة جدا هنعمله ازاي وليه سموه فاكهة عصير فاكهة العقلاء بالمنظر الجميل ده. العصير الحلو ده هو من فاكهة العقلاء اللي هي الموز. الموز بيسموه فاكهة العقلاء لأنه بيحتوي على مادة، على حاجات كتير، يعني حاجات كتير حلوة، لكن اللي بتميزه أكتر اللي هي بيقولوا مادة الكولاي وفيتامين ب والمغنيسيوم، وعشان كده الحاجات اللي دي الكولاي والفيتامين ب والمغنيسيوم والكالسيوم دي الحاجات اللي بتعمل على زيادة التركيز بالنسبة للناس المفكرين بقى واللي بيذاكروا، والناس اللي يعني بتدور دايما على التركيز وتقوية الذاكرة والمخ، فبيسموه فاكهة العقلاء، والعصير بتاعه عصير فاكهة العقلاء لأنه بيساعد على التركيز والاسترخاء واستعادة المعلومات، عشان يكون واضح كده. فبكل بساطة العصير ده عملته من ايه؟ هو صباعين موز وثلاث اربع معالق سكر والمية لتر مية مع جزرتين مسلوقين، مفيش هنا لبن مفيش اي حاجة، وضربناهم ادالنا لتر كامل او اكتر من عصير فاكهة العقلاء، وقلنا ليه هو بيسموه فاكهة العقلاء. بالإضافة إلى الكولاي والفيتامين ب ومادة البكتين والمغنيسيوم والحاجات والكالسيوم اللي بيساعد على التركيز اللي موجود في الكالسيوم، هو كمان بينظم الهضم في الصيام، سواء بقى لأن الإنسان بيبقى معرض للإمساك أو الإسهال في الصيام، فالعصير ده مناسب جدا إن نريح به الأمعاء بتاعتنا وما يجيلناش لا إمساك ولا إسهال، بالإضافة إلى إنه غني جدا بفيتامين ب اللي بيقوي الأعصاب. الموز اللي بنقول اللي هو لما بيبقى أصفر هو ده اللي بيبقى غني جدا بالكولاي والبكتين، اللي هو عشان كده الأصفر بيسمى فاكهة العقلاء أكتر من الأخضر والموز الأسود. لكن التلاتة ليهم تلات مراحل من الموز ليهم فوائد. الأصفر قلنا بغني جدا بالكولاي والبكتين، الأخضر بيبقى مناسب جدا للناس اللي أمعائها عندها فيها إمساك وكده، فبيبقى غني بالألياف وغني بالفطريات اللي هي مناسبة للأمعاء وتحمينا من الإمساك أو الإسهال. طيب الموز لما بيبدأ يسود بنقول عليه الموزة بنقطة، أو اللي بيسود كده ويبقى طري القشرة بتبقى كلها سودة، ده نرميه بالعكس، ده بيبقى موز مفيد جدا جدا لأنه في إيه غني جدا بمضادات الأكسدة اللي هي بتقاوم السرطان، وبيبقى عموما الموز بكل ألوانه فيه نسبة حديد كويسة، بالإضافة إلى الفوائد اللي قلناها قبل كده. فعشان كده الموز لما يسود منرمهوش، ممكن بنعمله عصير بالإضافة إلى شريحة بنجر عشان اللون بتاعه يبقى حلو، وزودنا كمان مضادات الأكسدة اللي فيه. فالموز عندك في كل مراحله مفيد جدا في الصيام، سواء أسود أو أصفر أو أخضر، أو لو عندك حد بيذاكر فبنقول له إن ده عصير فاكهة العقلاء، والناس اللي هي عاوزة تحس باسترخاء وبتحس أو إن هي عندها امتحانات أو كده أو بتفكر في حاجات معينة، فهي بالموز العصير ده مناسب ليها جدا. فده تاني عصير من عصير رمضان اللي هي مفيدة للأمعاء، وكمان وجود الجزر هنا بيساعد على كفاءة الكبد، يعني مفيد للكبد وبيساعد على كفاءة الكبد، وطبعا عارفين فوائد الجزر. وطبعا ما ننساش نعمله لأولادنا ونشرب منه للناس اللي هي بتعاني من الإمساك. وبكده يكون ده تاني عصير النهاردة، أتمنى يعجبكم، أتمنى تجربوه، ويا ريت متخلوش عليا باللايك والشير. تحياتي عزة السدان.